اكيد كعرب وكمغاربه اللي غنشاركوا في هذا المونديال للمره الثانيه على التوالي غنشاركوا في هذا العرس العالمي، اكيد نكونوا جد سعداء انه حاضرين دوله عربيه غنشاركوا رفقه الاشقاء ديالنا السعوديين وايضا التونسيين والقطريين في هذا العرس العالمي. اكيد الملاعب القطريه ابانت على انها ملاعب ذات جوده عالميه وملاعب امكانها تحتضن مباريات على اعلى مستوى، هادشي اللي كنا شفناه في المونديال العربي كأس العرب اللي تنظمت بقطر السنة الفارطة بنفس التوقيت ديال المونديال هاد السنة. أكيد ملاعب قطرية جاهزة باش أن تحتضن المباريات لدي الأسود ولا أيضا ديال باقي المنتخبات المشاركة بالمونديال العربي. كنظن ان قطر هاد الفيديوهات اللي كنشوفو حنا مازال ما على ابواب كاس العالم، كنظن ان دوله قطر جاهزه وكل المعدات سواء لوجيستيكيه وكذلك التنظيميه من اجل تنظيم كاس العالم، وغادي يكون تقريبا احسن نسخه كنظن وهي الاولى عربيا. بالنسبه للمشاركه ديال المنتخبات العربيه ان شاء الله كنتمنى وانا كمغربيه ان يكون اسود اطلس يحققوا نتائج ايجابيه، خصوصا مع التغيير ديال الناخب الوطني وليد الركراكي. كنعرفوا انه كيجمع بين العقليه ديال اوروبا والعقليه ديال المغرب، يعني غادي يقدر انه يدير واحد الجروب كيف ما شفناه ونجح مع فريق الوداد، غادي يدير ان شاء الله واحد الجروب اللي غادي يقدم نتائج جيده تشرف الكره المغربيه وكذلك تشرفه هو كأونترينر. بالنسبة لي قطر كانت الأنسب تنظيم مونديال، كيف ما كنشوف الدولة كتوقع على جميع الظروف باش تنظم ملاعب فخمة، ملاعب من الدرج العالي، ملاعب اللي تقدر تحتضن مباريات عالمية. شفنا كأس العرب الأخيرة كيفاش قطر نظموها، كيفاش نجحوا في التنظيم ديالها. صراحة ما عليا إلا نكون من الناس الإنسان ديال قطر في تنظيم ديال كأس العالم. في ديال السنة البشرية اللي كتوفر عليها كنشوف انها تكون دير واحد المسار اللي ناجح ان شاء الله، نتمنى المنتخب الوطني يتوفر. مونديال قطر سيكون مختلف على جميع الجوانب والجوانب والملاعب. الاصداء القادمه من قطر تؤكد على انها نسخه استثنائيه، نسخه فيها من التشوق ومن الاثاره الكثير، نسخه قد تبهر العالم بالتمرين بالاستقبال بالفضاءات المتوفره، ايضا بالملاعب التي شكلت النقطه والحلقه الابرز في التنظيم. اعتقد اننا سنعيش في مونديال قطر لحظات متميزة، لحظات فارقة. محظوظون كل أولئك الذين سيحضرون إلى مونديال قطر من أجل الاطلاع على هذا البلد وثقافته وملاعبه ومنشأته الرياضية.